وو أيمن القاسمي، وو أيمن. رجعت تطبل للحوثة يا طويل العمر. تطبل لهم مع اني داري انك مقتنع بانهم بيئة غير خصبة للتعايش او حتى لبناء دولة، والله انك داري، بس ما نعمل، قبح الله الباص. الباص انه يفجع، الباص هذا لا دين له. وتعال احكي لك، انا تعجبني هذه، وتعال احكي لك، ما انت مفوه ما شاء الله وعندك خامة بالصوت، يعني ما يحتاج، بس انت في زمن الباص. الله يعينك، مكنتنا الحوثي يريد يبني دولة، مناطق الحوثي أفضل من مناطق الشرعية، وهناك أمن، وهناك بناء لأسس دولة من أجل، يا زعم فيما بعد الحوثي الآن يا قاسمي، يعني إذا كمل يبني أسس الدولة وانتهت الحرب مثلا ومسك البلاد كلها، فرضنا قصدك إنه بيصلح مدارس، بيصلح مستشفيات، وبيعمل طريق. لا والله، وأنت داري وتدرك هذه الحقيقة، أنت داري الحوثي شغل الشاغل يزيد، معاوية، الحسين، بني أمية، يوم الولاية، يوم الضرطة، يوم الصرخة، يوم القدس، مرابط البوالط حق النسوان، صور الخلفيات حق السنتيانات، محلات الملابس النسائية الداخلية، أصحاب الحلاقة التيسون، حجب مواقع التواصل، هذه شغلته. أنت داري إنه ما هوش حق بناء دولة، وقد برهن على إنه سافل إلى أقصى حد، لأنه طوال 9 أعوام الماضية من الحرب والمجاعة وهو ينفق مليارات من أجل احتفالات طائفية، يعني يحييها. طوال 9 أعوام الماضية وأنا في حلقة مفرغة تطلع تقول لي إن الحوثي يبني أسس دولة قبل أن يفكر ببناء مدرسة أو طريق. أنا معك، هذا مش تقديسا لحثالات التحالف، بالعكس أنا أشد عداء لهم على فكرة من اكبر كبير، يعني يعاديهم، انا اشد عداء لهذا التحالف من الجميع. لو بيدي انا اقسم بالله لانبش المقابر حق آل سعود، والله لانبشها يعني واشخ عليها، باني حقد عليهم من حقارتهم وعبثهم باليمن، حقد يملا ما بين السماء والارض. لكن انت والله انك تكذب، مع احترامي لك يا اخ ايمن، ولكن بسيطه، انا داري انه الباص هذا كارثه. الباص هذا مصيبه، وتعال احكي لك. تعجبني هذه الكلمه يا اخي، عندك صوت، انت ما شاء الله عندك خامه صوت، بس للاسف الباص هذا لا دين له. انا داري ان قلبك دود وعكابر سود من الحوثيين، بس ما سطاك تتكلم. على قولة أصحاب صنعاء، ما سطاه يتكلم، عايق على يوم جن. أنا داري بقلبك حاجة تشي تتحاكى فيها، بس الصميل الأخضر هذا مصيبة، مش أنت وحدك، المؤمر يحاول يدزق، الزنا، المسؤولين مدري ما لهم، اتقوا الله، قالوا ازعاج للسجن، مع أنه كان يعني يسوق لأفكارهم في تشويه صحيح البخاري، وفي داري بنتا وموعد الإفطار برمضان وأبحر بعقائد وأمور. وأنا أدري إن والله توجيهات حوثية، حتى أنت وأنت محايد، أنا قد أنا داري أشوفك تهرب إلى مواضيع أخرى بعيد عن السياسة المحلية، تجيب لي وثائقيات من منهاتن على العواصف، على قنبلة عطان، على مدري إيش، يعني معلومات على الطيران، تحاول تهرب من الواقع المؤلم، ما في واحد فيه خير في البلاد هذه. لكن الحوثيين ما راح يتركوا لك حالك، وانت معك فوق 100,000 مشترك، لازم تطبل لهم. انا الان لا الومك، بالعكس مش انت الوحيد الذي بألومك، لا، اذا انا بألومك بألوم الجميع، لكن لا، المؤتمر بكله الذي قدم العفاش كل الخدمات، وعلي عبد الله صالح تحوث سلم غرفة نومه للحوثي، سلم سلاح الدولة، يعني ارتمى بكله، لاحظ عبد الملك هو حزبه وجيشه العائلي، مرة واحدة بخطاب قرحوا راسه ما مسلب بطانية. فايش ما نتوقع من ايمن القاسمي ولا احمد حجر؟ احمد حجر هذاك مكانه ودف مسكين الله، قال يا حوض انتم سرد، انتم سرد،
كل الناس بيشكوا منكم. وهو قاعدوا بيطبل لهم طول السنة مرة واحدة كذا خرج عن طوره. أنتم سراد كل الناس تطططططط وأنتم سراد والناس بتشكي منكم والناس. قالوا بقبع دله وخلوا مرته تخرج تناشد وتظهر بفيدة ويتحرق اللثام يعني بهدلة بهدلة ما يقبلوا أحد يتكلم عليهم. شوف يا قاسمي يمكن تطلع تصب الصحابة والله ما يقولوا لك من أنت، بس تتكلم على فسادهم أو عن تجاوزاتهم وأخطائهم سواء حبا منك لهم أو غير ذلك ما بيتحملوك. في ناس محب يريد ينصحهم يقول لهم بطلوا الهماجة الخزعبلات، تروح لي لأصحاب المحلات السنتيانات ولا تآذي الجامعات واختلاط ومدري ايش وتعمل لك قعقرم ده ما يتقبلوا. يمكن تصب الصحابة ما يقولوا لك شيء. هذا كحمد حجر والدف ولا قد كان يعني يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي الضحكة حق والدك ساعة حق ساعة نقار الخشب حي 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 قد كان ينكت له. قام يتكلم عن مظالم الناس وشكاوي الناس قالوا بقبع. أحمد علو نفس الحكاية عاد المصباحي هذا كوم وحده لا يتكلم ولا يثرثر سياسة ومع هذا قالوا بقبع فقط لأنه تبع الممري. أنا مقدر وضعك والله وتعال أحكي لك أنا مقدر وضعك إذا لمعت الحوثيين وكذا مقدر وضعك إنه ما عاد معك إلا تقول أمري لله والباص هذا لا دين له. الباص هذا كارثة ورب الكعبة وتعال أحكي لك يعني المسألة واضحة. فيقول بقب لا دخل السجن فورا إذا قمت تتكلم عن فساد ولا كذا. وانت انت في قلبك يعني غصة تريد تتكلم انت مرزوم مخنوق قد قلبك دود وعكابر سود. لما تشوف علي البخيتي يروح يقلع الاعلانات حق شارك من البقايل ولا يصادر الشارك بذمار بعدما اخذ عليهم ضرائب وجمارك ودخلهم من المنافذ رجع قلبه يحارب امريكا وبيفلس بها من خلال مقاطعات مشروب الشارك. هذه بالله عليك ما تستفزك يا ايمن القاسمي وتتمنى انك تعلق عليها وتستنكر الا لكن ما تقدر. وانا اعذرك يا اخي ما عاد تحملوا العفافيش وهم سلموا غرف نومهم والدولة ومكنوا الحوثي من كل اسباب القوة وشكلوا له حاضنة قبلية وسياسية نكاية بالاصلاح وثوار الحادي عشر من فبراير ومع هذا ما تجمل منهم الحوثي. كان يذلهم كل ما يشتي يذل المؤتمرين بصنعاء يا يلطن حسين حازب هذاك اللي وزير التعليم العالي ولا كامل الخوداني. والله مرة كامل الخوداني كتب منشور تعرفه أنا أعتقد كتب منشور ضد الحوثيين أقسم لك بالله يا قاسم إنهم دخلوا له إلى فوق المرا حقه. ابحث بجوجل ميليشيات الحوثي تعتقل كامل الخوداني من منزله اعتقلوه وصلوا له إلى داخل غرفة النوم لفوق المرا اعتقلوه وهانوا كرامته وظل محبوس فترة ورجع طارق عفاش يراجع عليه يا منعا يا حسبا يا أطلقوا سراحه بالأخير. بعدما أهانوا دخلوا له لفوق المرأة وكونوا واحد من أولاده تخيل وإطلاق نار. أنا يعني فقط أريد أوصل للذي بيشاهد الفيديو إنه أنا لا ألومك أنت بين أوساط جماعة إرهابية والله بتبطش بك. أقسم بالله يا أيمن لو تقدم لهم ملك قارون وفجأة كده غلط قمت أنصحهم عن خطأ إنهم لا يودوك خلف الذين آمنوا معروفة الحكاية. وواصل بالنهاية أنا لا يحق لي ولا يحق لأي أحد حتى من الجمهور إنه يفرض عليك إيش الذي تقوله أو لا تقوله. بس فقط حبيت أدردش أتمنى إنه ما تزعل مني يعني أنا منصف أنا أقول لك يعني أنت معذور يا أخي أنت معذور وبل أنصحك إنك تبقى نملة على ما أنت انتبه تريش انتبه يعني يطلع لك ريش لأنه ربي إلى غضب على النملة طلع لها ريش بالذات بمناطق الحوثيين يعني خليك ذرة وكل سكر وأمورك في السليم على قولة هذاك اللي في أوروبا يجيب مقاطع قصيرة وضعك في السليم. أيوة يعني لا تهوف النملة لريشت فهذا غضب من الله. وإذا في يعني رسالة مني أو توجيه
فأنا أوجه الشعب كله وأطلب من الشعب كله إنه يريش، ما يبقى كله نمل ويقوم يريش لي أيمن القاسمي، يقوم يطلع له ريش، ولا المومري، ولا أحمد علاوي، ولا حجر، ولا المكحال الله يرحمه اللي راحوا صفوا بالسجن. لا، لازم الشعب كله يريش، يطلع له ريش ويضحي، مش يطلع كم يوتيوبر يتكلم وخلف الذين آمنوا ما أحد يقدر يعمل له شيء. أيوة، يرجعوا للحوثيين يتكرموا عليه وإشفاقا، يزعم إنهم طيبين وكيو العذر إذا وداخل لحد اليوم وينه، ما بيفكوه على الإطلاق. وأنا عملت فيديوهات قبل أيام علمتكم أيها المشاهدون كيف الصحابة يسبوا، كيف يهتك عرض النبي وتتهم عائشة بنت أبي بكر بالزنا، وأسماء بأنها كانت تتمتع جنسيا مش عارف إيش، وعمر وما أصله، وإنه بن حرام ومدري إيش. سمعتكم مقاطع ناس من داخل أب يوتيوبرات يسبوا الصحابة، الحوثي لا يمكن يمسهم، عقيدة فاسدة، لاحق بناء دولة. كيف يا أيمن القاسمي؟ أنا متأكد أنك مش مقتنع بكلامك، والله ما أنت مقتنع، لكن قبح الله الباص الذي يخليك تجيب كلام بثقة وكأنك تتكلم بالصدق. ما الثقة ثقة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وتعال احكي لك. الذي يسمعك قد يصدقك، لكن أنت بقرارة نفسك ما أنت مؤمن. لما تشوف الحوثيين يلاحقوا بعد البوالط، بعد التيسون، حسام عند يزيد، عند معاوية، بالله عليك هل يتسلل الأمل إلى داخل قلبك ولا إلى دماغك إنه هذولا يمكن أن يبنوا دولة؟ ما أنت داري إنها معاهد، بس قبح الله الباص. الباص هذا ما يرحم. وزي ما قلت لك، أنا لا ألومك، وأجدد وأظل أجدد لما أنتهي من الفيديو، ما ألومك. المؤتمر بكله بعدما الحوثيين خلصوا الحدوتة وقرحوا رأس عفاش، الآن رجعوهم زي ما لحديهم يمارسوا كل أنواع الفساد خدمة للحوثي، من وزراء ومسؤولين وسلطات محلية ومحافظين زي الجباه، يشتغلوا جباه للحوثي. ولا بيصرف رواتب، لعلمك يا قاسمي، والله لو يمتلك ملك قارون الحوثي أقسم بالله ما يصرف ريال. هذا 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 سرطان، ورب الكعبة إنه سرطان يا جماعة، أوسخ من الورم السرطاني. الحوثي أشهد لله أن الورم السرطاني عد يمكن له علاج، يمكن يستأصل بعض حالات تنجح يعني عمليات، إلا الحوثي كومة حر حسه عند الماضي قبل 1400 عام، يعني يشي كل سنة يثبت لك إنه من سلالة النبي، وإنه لازم تطيعه، وإنه الأولى بالولاية والحكم، وهكذا طول السنة احتفالات. وأنا داري إن الكثير ممن يحاولوا يقولوا إن مناطق الحوثي آمنة وإنها محق دولة، داري أنا إنه مش مقتنع ومش مأز ومحرج من تصرفاتهم. نعم، أنا لما شفت محمد البخيتي بذمار راح يحاسب لي أصحاب البقالات ليش يبيعوا شارك، أنت الذي سمحت للبضاعة هذه تدخل، قد أكلت التجار دم ولحم عظم ضرائب وجمارك على هذه المشروبات، وترجع تقول انك بتفلس بامريكا وتحاربها، تشلها من دكاكين الغلابة. هذا الكلام بالله عليك بأي منطق يتقبله اي مرء او اي اعلامي محترم ويريد يخرج ما بنفسه؟ لكن احترامك لذاتك ولنفسك ما عاد ينفع هذه الايام، لانه لا قمت تحترم نفسك وقمت تتكلم بالحقيقة، فالباص لا دين له. هذه حقيقة، والله أنا أتكلم جد، يعني أتكلم جد. أنا عملت 2 فيديوهات بالحوضان فقط وامتسكت، والله ما مسيت إلا داخل القاوش، لا من سمع ولا من درى، مسكوني وأنا بين سكن، ما حد داري لي، ما أدري كيف راقبوني، بكروا لي فجر، طوقوا المكان، وعادم كانوا يرموا له عند رجلي، ولا نقتلك عن دينك ومدري إيش، تتكلم على الصيد. بعدما قتل عفاش كذا بأشهر، أيام مقتل الصمد يعني، دخلوني السجن شهر كامل ما عدت خارج إلا سبحان الله وساطات عليا من خلال سلطان السامعي على ما أبلغني أحد الشخصيات بصنعاء الله يرعاه. المهم تخارج، مهم 2 فيديوهات فقط، 2 فيديوهات، وما كان معي جمهور حتى ذي يكلم، عادوا حساب جديد كان، والله ما بينه حتى 100 نفر، وقالوا بيقبع لو تعمل لايك لواحد مش عاجبهم يا ويلك.
فأنا لا ألومك، والله لا ألومك، بس يعني كمان أحاول أوضح للجمهور إن الأخ أيمن القاسمي مغلوب على أمره، والكثير أمثاله مغلوبين على أمرهم. أقسم بالله ما يقدروا يدوا الحقيقة، والله ما يقدروا يا جماعة. وإذا ادوا الحقيقة مثلا على فساد، فهم بيتكلموا على الزنابل، مع إنه رأس الفساد هو عبد الملك الحوثي. عقيدته الفاسدة هي أساس الفساد، هي الورم السرطاني الحقيقي اللي بيقتل اليمنيين ويجرع عام الويلات. ولا أنصحنا للقاسمي ولا غيره ولا المومري إنهم يتكلموا بمفردهم. عندما الشعب يخرج كله وقتها هم ملزمين. وأني أنصح الإعلاميين بمناطق الحوثي الذي يبالغوا بمدح الحوثيين لا تبالغوا، لأنه ربما يجي يوم من الأيام تندلع ثورة قوية. شوف الضغط، الضغط يولد الانفجار. والحوثي قد بالغ بالظلم، جوع الناس، الناس بلا أكل بلا رواتب بلا، وهو حسه عند يزيد والحسين ومعاوية وبني أمية، شيء مستفز والله، يخرج الواحد عن طوره. فقد ربما تقوم ثورة يعني لا تبقي ولا تذر بأي لحظة. شوف الثورة تقوم إلا فجأة تندلع، يعني والله قد يتلطم الحوثيين بكل زغط فجأة. بعدها وين بيروحوا الإعلاميين اللي كانوا يعني يبالغوا بالتطبيل للحوثي؟ وأنا أنصحهم أيضا إنه خففوا من غلوائكم، تكلموا كلام طبيعي، كلام يظهركم غير مقتنعين بما تقولوا، ومعكم عذركم. بس الذي يغالي ويبالغ، يبالغ مرة، في ناس مبالغين مرة بالتطبيل. أنا الآن هنا لا أتكلم عن أيمن، أيمن يتكلم وأنا أقر بصح كلامه، صحيح ما نختلف، أنا بوضح بعد شوية. بس في ناس مغالين مرة بالتطبيل مبالغين، هذولا وين بتروحوا لو سقط الحوثي وقد جرع الناس كل هذا الويل واستفزها هذه السنوات؟ هل تعلموا ما هو الذي الآن ما قد اقنع الشعب انه يقوم يثور؟ عبث السعودية والإمارات، مؤامرتهم وقدارتهم تساوت مع قدارة الحوثي، أصبح اليمني تائه ما يدري على من يثور. فكلا الاختيارين أو كلا الخيارين إحداهما مر، مش إحداهما مر، كلاهما مر، ما يدري إنه يتعاون مع الشرعية وهي بهذاك الفساد، والعملة منهارة والسعودية تتآمر والقرار كله بيده، وتهمش الجيش الوطني وتحاربه، مشغولة بالإصلاح، تدعم انفصاليين، تدعم يعني خلقوا فوضى في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثي. فبالتالي مناطق الحوثيين أصبحت حاضنة للحوثي رغم ما فيها من وجع وألم من خزعبلاته وتفاهته. ولو كان ذكي كان حكم سياسة بعيد عن الخزعبلة الطائفية والدينية، وصرف رواتب واشتغل بـ 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 بقدر الـ 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 الإمكان، يعني فن الممكن. لو ذاك إنه الآن بطل قومي حقيقي، لكن الآن لا، الآن لا، هو مهرته سب الصحابة، الخوض بالعقائد، احتفالات الطائفية، بغزوات ذات السنتيانات، غزوات ذات المرابط حق البوالط، غزوات ذات الجامعات، ذات الاختلاط، ذات لضم الصبيان، من هذا القبيل. أنا أتفق مع أيمن القاسمي، نعم، على ما يبدو الأمن نسبيا يظهر أنه مستقر بمناطق الحوثيين، والحقيقة هو ليس مستقر، هناك جرائم كثيرة، ولكن التعتيم الإعلامي هو سيد الموقف. نتيجة قلنا لكم الباص، الباص هذا لا دين له، إنه يفجع، أعوذ بالله منه. الباص هذا، هذا حية رقطة، شرير متوحش. فأنا أتفق معك نوعا ما، يظهر أنه مناطق الحوثيين مستقرة، هذه إرادة التحالف. كان التحالف قادر يدعم فصيل واحد، وأنت تعرف تحديدا حزب الإصلاح إذا حكم منطقة وأصبحت محسوبة عليه وهو محافظ في هذه المحافظة وهو منها، يعني المحافظ يكون محسوب عليه، تعرف كيف يبدعوا وكيف يبنوا الدولة والأمن، ولك يعني عبرة في مأرب وشبوة. التحالف ما قبل يدعم هذولا، وحاربهم وحارب كل وطني، ودعم الميليشيات والحثالات، مما قوى موقف الحوثي وأظهره أمام الرأي العام بأنه قد يكون هو الخيار الأفضل رغم كل مساوئه نتيجة عبث التحالف. لكن أيضا مساوئ الحوثي قاتلة، قاتلة، الرجال يغوص بين عقائد وما لا بيصرف رواتب ولا كثير الكذب والتهديد والوعيد، وهو والله ما يفعل شيء، كله تهديد، حرب على مأرب على تعز فقط. بالمناسبة أنا أشكر أيمن القاسمي، ذكر سلطان العرادة بخير، وذكر إنه من رجال الدولة، ولكنه يعني محتجز في الرياض،
وانا احيي ايمن القاسمي. ايمن القاسمي شوف لا يروح عقلك انه انا الان طلعت مثلا اقلل من شأنك ولا اهاجمك. يشهد الله من سابع سماه انني احترمك احترام شديد، رغم اني بعض الاحيان اشمئز من بعض فيديوهاتك، اشوفك تزيد بالمثالية عندما تتكلم على بعض الناس اللي يسبوا. يا اخي احس كأنك تتكلم عني انا لما اسب بن سلمان ولا الحوثة. يا اخي العزيز والله قاد معي الى هنا للحلق منهم، شمتوا بنا بهذلونا، والله ما عد واحد يعني امانة الواحد يكفر مش الله يسب. وانا لاحظك تجلد بعدنا تجلد تجلد وعلى القات وال يعني بهذلت بنا رفقا. هذا انتقامي اليوم، هذا الفيديو انتقامي على هذه المثالية حقك اللي انت تحس انها جارحة لي شخصيا. ولكن دحين بيقولوا الناس انت حساس يا مطحني. لا 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 ولا هو هذا الموضوع، انا كذب بس طلعت لانه شفت الفيديو امس معه. استفزني موضوع لما قال الحوثي يبني مداميك دولة، اولا اسس دولة، اسس الدولة دفاع قوي، منظومة ربع استراتيجي. يا اخي العزيز حتى لو امتلك كل هذه المقومات بيظل ينبح لك بالصرخة وبمظلومية الحسين والامام يزيد ومدري من. مش مخرجك لا طريق، ما هو مش مخرجك لا ولا مخرج البلد والعباد لا طريق، يعني اقنع. انا لا الومك حتى لو اظهرت انحيازك للحوثي، وانا ادري انك مش مقتنع، لكنه الباص، الباص لا دين له، قبح الله الباصات. اساسا ليش الغرب هذولا والدول الصناعيه صنعوا الباصات؟ والله انهم شريرين متوحشين. ياي افترض ما يصنعوا هذه الباصات. فعادي انت حر، ما حد يفرض عليك ايش تقول وايش ما تقول وايش ما تقول. واعتقد انك بتتذكر انه انا لي تعليقات، وانا اقول لك ارجع للسياسه، لا تهرب من السياسه الداخليه وتروح لوثائقيات عن احداث اخرى في العالم وتاريخ. اقول لك عود، دحين بتقول عدنا وطلع انتقدنا. لا لا انا لا انتقدك، ولا انه دحين ما وش عاجبني كلامك، بالعكس انت مفوه، بل اني ارى انك افضل افضل يوتيوبر باليمن من ناحيه الالقاء والتنظيم في محتواك. للامانه شهاده لله انا مسؤول عليها يوم البعث، انك افضل مفوه بالنسبه لي وافضل ملقي وافضل خامه صوت بتقديم المحتوى. ومكانك الصحيح الذي انا ارى انه هو الاليق بك قناه اعلاميه او وثائقيه، المهم مكانك بمكان اكبر اكبر من اليوتيوب. انا اشوف اليوتيوب صغير امامك للامانه، للامانه يعني للامانه، مش نفاقا ولا مجامله ولا ترقيع لبدايه الفيديو، لا لا هذا واقع ما لا 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 انكره. لكن والله انك غير مقتنع ايها المفوه وصاحب الصوت الضخم والفخامه بالصوت والخامه الرائعه، وتعال احكي لك تعجبني حقك الحركات، واحلل عقدة من لساني بالاخير، وتعال احكي لك حركات يعني جميلة جدا تجذب المشاهد، ما يمل منك حتى لو تعمل المقطع 40 دقيقة ما يمل منك ابدا. وعد في لو في شوية تفاعلات وغضب على وضع البلاد او على مفاسد قديمة وكذا، الواحد يشتد معك اكثر. خامة جميلة، بس الخامة والصوت هذا الجميل للاسف هو في مناطق الحوثيين، والحوثيين في مناطقهم لا أحد يستطيع أن يقول قناعاته. يا رجال في تعز، في مأرب، كم يا إعلاميين بالوا بول فوق الإصلاحيين والجيش الوطني، إهانات وسب وتحقير، والله ما حد قال لهم من أنتم. أنا أول واحد بمناطق الشرعية، كم مرة انتقدتهم؟ أنا كم أهاجم التحالف وأنت داري وأنا بمناطق الشرعية، ما خليت المحمد ابن سلمان ولا ابن زايد حتى قلص، دخلت لهم الى غرف النوم وانا في مناطق الشرعيه. اما عند الحوثي لا يقبلك تتكلم الا اذا انت تشي تصب الصحابه وتطلع تستفز اهل السنه والجماعه، بيخلوك بهذه الناحيه. انا اقول لك فعلا بيدعموك ويوقفوا معك، بس انك يعني تخرج من دينك، هذا هو شرطهم. أنا لما كنت أزعل من الطائرات حق التحالف وهي تقتل المدنيين، يا أخ أيمن
اقسم لك بالله رحت الى مقر لها مش التحق بجبهه نجران او عسير اقاتل الجيش السعودي مع الميليشيات حق الحوثي وقتها. رحت الى مقر في منطقه جامعه الايمان اللي مسيطرين عليها. رحت معي كم ثوب وشنطه، يعني متجه على جبهه القتال اخذ دوره واتجه على الجبهه. قلت ما حيلة ما نموت مدام بيقتلوا النساء والاطفال هذول، لا هم عدو للحوثي ولا هم يحزنون عدو للبلاد والعباد. رحت لا هناك ما قالوا لي، قالوا نبدا نعمل لك دورات ثقافيه اولا. قلت لهم خلاص ولا يهمكم، بروح بكره ويعني بروح البيت وودي اهلي وبكره برجع لكم. ولا عاد رجعت، وهي سيبت الشنطه والملابس عندهم تماما. خصوصا ان عاد في نقطه احب اذكرها لك قبل ما اغادر من عندهم وما عاد ارجع. صليت المغرب هناك، اذن المغرب المهم، وانا صليت هناك، صليت هناك ذيك اليوم، وكنت هكذا مسربل. اقسم لك بالله والذي رفع السماء بلا عمد، وهذا سمي اللي بلق فيه، اللي كانوا داكين جالسين بعضهم قد خلصوا يصلوا مع تاخير الحمام وزحمته وكذا، انا قمت اصلي متاخر وهم يقولوا سربل 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 نزل يدك من ليش، ما دخلك من اولها. اذا كان هذا وعادني مش بدوره ثقافيه، كيف لا دخلوني دوره؟ قلت افر بديني احسن، ولعن الله والدهم هذول الحثالات. ماشي واحد يقاتل ويقع وطني الا لما يكفر ويؤمن بولايه عبد الملك وانه ابن رسول، كلام يا اخ ايمن القاسمي. انت الان تفتكر ان اليمنيين قابلين بالحوثي؟ والله ان منه لهنا للحلق، بس ما يفعلوا. ثنتين فردات، يعني ثنتين كنادر، فردة ولقت أختها، التحالف على الحوثي، إيران على السعودية والإمارات، فردتين ولقت أختها، فردة ولقت أختها، كل واحد أقبح من الثاني. ولا ما الشعب قادوا لهنا؟ أنا أقول لك لو سيطر الحوثي على اليمن كلها وانتهت ذرائعه عطوان وما عطوان ومن هذا القبيل، والله بيسقط ما بيكمل شهر، بيضيقوا منه الناس، لأنه خزعبلاته وأفكاره ما لا يقبلها أي منطق أو عقل. فأنا لا ألوم أي إعلامي بمناطق الحوثيين إنه يميل لهم بكلامه، وأؤكد بأن الجميع هناك مغلوبون على أمرهم. الحوثيين ما قبلوا، قلنا لكم العفافيش وحزبهم هم قد سلموا غرف النوم. فمن يكون أيمن القاسمي ولا المومري ولا أحمد علا ولا حجر، من يكون هذولا؟ من يقول لهم؟ من يقول لهم لما يطلع لهم ريش؟ لذلك أنا أقول لهم خلوكم نمل وكلوا سكر، لا يطلع لكم ريش إلا عندما يطلع للشعب كله ريش، عندما تشوفهم بالملايين بالساحات يخرجوا تكلموا، أما تضحوا بأنفسكم بالأخير لا أحد ينفعكم، قد يكون مصير البعض زي المكحل العذر الله أعلم ما يفكوا له حي يعني، ولا أنا أشك أنهم يمكن قد قتلوه والله. جماعة قدرة لا ترحم، سرطان 9 سنوات الناس ماتوا جوع، وهم يزيد معاوية الحسين ما عاد استحوا ولا خجلوا ولا خافوا الله ولا راقبوه بتصرفاتهم، يعني كارثة كارثة والله كارثة، الله يخارج البلاد والعباد. عموما تحياتي للجميع، ومجددا احترامي وتقديري للأخ أيمن القاسمي، استمر و محتواك إبداعي كله، وإيش ما تقول قول، ما حد يلومك، بس أنا أحب أنوه للجماعة للرأي العام للمتابعين حتى اللي معي، إنه في كثير من الإعلاميين يقولوا بكلام مش مقتنعين به غصبا عنهم، يعني تجنبا للبلاء. الواحد يكون عنده مرأة عنده أطفال عنده حرام خطيئة، يعني يتسبب بأنه يتركهم ويدخل السجن علشان كلمة حق مع شعب زنوة راضي بالذي يصير، ولا لابو شعب صاحي يخرج من حيرته هذه ويفتح لقفه ذراعا، لا ما يجلسوا يدهدهوا لنا بالقاسمي ولا بالمومري ولا احمد حجر ولا لا لا، لما الشعب كله يطلع له ريش كان بها. اما وعاد الشعب بلا ريش، لانه شوفوا الذره لا غضب عليها ربي اريشت في مناطق الحوثي، من طلع له ريشه هذا ربي غاضب عليه يودف، ما احنا بين زمن اخبر ما حد حتى ينفعك لقادك، يعني بالقاوش مسجون والله ما يعملوا لك في حمالة إعلامية، وإذا الحوثيين بيخرجوك فمحاولة لتلميع أنفسهم، هذا إذا ما يصفوك كإعلامي.
فأنا لا أنصح إنه أي واحد يتهور بمناطق الحوثيين، بالذات عندما يكون عنده أسرة وأطفال يعني ومتزوج. يعني تمهل رفقا بأطفالك ومرتك، يعني لا تعمل لنفسك إنك حريص على الشعب، وعلى احرص على مرتك وبناتك الصغار وأولادك الصغار أفضل لك. هذول هم يعني هم الأولى من هذا الشعب الذي مش راضي يطلع له ريش ويخرج يقول كلمة حق ويثور بوجه الظلم. ما أنتمش يعني وكلاء آدم بعاله. قدموا محتوى بعيد عن الكلام عن الحوثيين أو كذا، حتى لا تدخلوا بمتاهات وترزقوا لكم، والله كريم لما ربنا يحلها من عنده. حياتي.